كنا عايزين نقدم حاجه برضو ليها الطباع المصري وجايه من التراث بتاعنا. فالفكره كلها ان احنا نعمل التوازن بين رسومات معاصره بس واخده الايحاءات بتاعتها من التراث بتاعتنا والتاريخ بتاعنا. في ناحيه الصناعه بالنسبه للمواد والخامات كان فيها نقص كتير جدا. دي سببت معانا مشاكل. الحاجه اسعارها غليت واسعارها غليت بسرعه في فتره قليله. طبعا الموضوع في العالم كله وفي مصر بالاخص طبعا في بنقابل صعوبات كتيره. بدأنا هذا العمل لأن القطن المصري مشهور عالميا، لكن عندما بدأنا قبل 20 عاما لم تتواجد أي صناعات محلية، حيث كان القطن المصري موجودا في العلامات التجارية العالمية لكن ليس في مصر. كل شيء كان يتم استيراده. ليس من الضروري أن تكلف العلامات التجارية الرقية ثروة، وأعتقد أن الرقي بالنسبة لنا عبارة عن البراعة في العمل والجودة. البلاد اللي فيها حضارات زي العراق ومصر وسوريا والمغرب، دي بلاد بقالها مئات السنين بتشتغل في الحرفة دي، فعندهم تاريخ وعندهم تكنيكس وعندهم بيسز وعندهم ديزاين وعندهم تنوع. فدي بلاد يعني التكنيك والصنعة طلع من الحضارة. ما عندناش لكجري اندستري، احنا عندنا براندز، عندنا شوبس بتجيب براندز من برا، وعندنا محاولات لناس بتحاول تدخل الأرينا العالمية. بس زي ما بقولك ده مشوار طويل بتتعلم فيه وبتمشي على قواعد ما هياش موجودة، واخد بالك؟ فانت حتى بص على العالم العربي، مين اللي عمل اسماء بره؟ يعني على صوابع ايدك.